السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كي دايرين؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر جميع الناس اللي كتراسلنا في الخاص. إن شاء الله الإخوان غنحاول معاهم، كان يعني وجدت المنتدى وكنتسنى إن شاء الله بإذن الله غير غنزيدوا بعض الإخوان آخرين باش غنضيفوكم للمنتدى ديال الواتساب إن شاء الله. كنشكر جميع الناس اللي كدعمنا من قريب ومن بعيد. نتمنى لكم ان شاء الله عطلة سعيدة. الموضوع ديالي هو هذا العقيق اليمني، كما كتلاحظوا الاخوان، الى شتي كيسحب لك بانه راه يعني خاتم، او هذا الخاتم كما كيتسمى ب الى شتي غيسحب لك بانه خاتم باهظ الثمن. بالعكس، هو هذا خاتم مزور، وحتى هذا العقيق اللي فيه يعني نول خايب، ماشي شي حاجة، ماشي ماركة مزيانة. ان شاء الله غنحاولوا ما امكن نقربوكم ونوضعكم في الصوره. هذا خاتم، واخا الشكل ديالو يعني مزيان، كيبان مزيان، يعني ماشي شي جوده عاليه، وماشي عقيق يماني حر. الاخوان، العقيق اليماني كما كتلاحظوا هو بحال هذا الشكل، هذه من قطعه ديال الفضه 925. هذا عقيق يماني كما كتلاحظوا الاخوان، والعقيق اليماني المشمشي ان شاء الله هذا هو اللي بغينا نهضروا عليه اليوم. هو هاد الاشكال ديالو، هذا غنهضروا على هاد القطعه هذه ان شاء الله من بعد، غنحطوها في من بعد الاخوان، باش غنوريكم على القطع ديال العقيق اليماني المشمشي، وكاين العقيق اليماني المصور ان شاء الله الاخوان. غادي نحاول ندير لكم فيديو اخر ونوريكم الطريقه كيفاش غتعرفوا العقيق اليماني المصور والمعروف والنادر، هو اللي زايد الثمن على هذا العقيق المشمشي. حتى هذا يعني عقيق مزيان، ولكن كاين اجود منه. هادو هما القطع اللي كاين الاخوان، عندي بزاف ديال القطع بحال هذا الشكل هادو، ولكن اليوم درنا غير واحد الجزء صغير من هذه الاحجار اللي كان عندي في يدي. كما كتلاحظوا الاخوان، شوف هذه القطعه هذه حتى هي، كاين عاود هذه القطعه هذه، وهذه ان شاء الله غنصنفوها مع واحد النوع ديال العقيق اليماني المصور، حيت هذه كتنضاف ليهم هي وهذه القطعه هذه. هذو جوج ديال القطع، ولكن غنزيد واحدين اخرين باش نوريكم الطريقه ان شاء الله والمعرفه ديال العقيق المصور. هادو يعني خامات مزيانه، جوده عاليه. كاين بعض القطع الاخوان كيسحب لك انت بانها راه غير يعني غير زجاج، ولكن بالعكس هو عقيق يماني حر طبيعي خام. ولهذا الاثمان ديالو كتكون في السوق الاخوان، يعني ماشي باهظه الثمن بالنسبه للدول الخليجيه او العربيه، بحال الامارات، بحال الكويت، بحال قطر، السعوديه، البحرين، هما كيتعطاو لهاد العقيق اليمني بزاف، والعراق. بالنسبه للناس ديال شمال افريقيا عندهم درايه بهذا العقيق اليمني، ولكن قليل فين كيتلبس الا بعض الناس القله القليله. هذا هو الموضوع اللي كان اليوم الاخوان، درنا لكم غير واحد اللمحه على هذا العقيق اليمني والطريقه ديال المعرفه ديالو. وبالنسبه للعقيق اليمني الاخوان، راه معروف كتهز حجره كديرها في وسط ان بلاستيك، راه عندي فيديو ديجا درناه، كديرها في وسط كلينكس، كتشعل عليها الولاعه ولا القداحه ولا البريكي يعني بالمغربيه، كتشعل عليها بالبريكي، ما كي هذا الحجر ما كيسخنش، سبحان الله كيبقى بارد. وحتى داك الطرف ديال كلينكس او القطعه ديال البلاستيك ما كتحرقش. هذه هي فين كتبين لك بان الجوده ديالها مزيانه. وكاين بعض القطع من العقيق اليماني كيحركوا الهاتف، يعني التاكتيل كيتحرك. هذا موضوع ديال اليوم ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله غنحاول نحط لكم فيديو اخر على العقيق اليمني باش تتم المعرفه عليه والاندر ديالو. غنحط لكم الصلابه والكثافه ديالو ان شاء الله باذن الله. كنشكر جميع الاخوه اللي كدعمنا في القناه، كنشكركم بزاف. ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه والدعموا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله، وبارطاجيو معنا شحال ما قديتو باش توصل الفكره والمعلومه توصل لجميع الاخوان المغاربه والعرب اينما كانوا. معكم اخوكم كمال من قناه الحجر الكريمه النادره، والسلام عليكم ورحمه الله.